صباح الخير على حضراتكم، واهلا وسهلا بيكم في اولى حلقات برنامج هنا والشيف. كل سنه وحضراتكم طيبين. اهلا بيك يا شيف، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. طبعا برنامج هنا والشيف هيبقى برنامج يومي على شاشه الصحه والجمال مع الشيف الجميله هويده ادم. رمضان بقى كله مفيش بقى دايت، مفيش اي حاجه من اللي متفقين عليها، مفيش اي نظام غذائي خالص هيتعمل. النهارده اول يوم في الحلقه، وعم اول حلقه النهارده، وعملنا بط محشي ورق عنب، وعملنا كنافه بالكريمه، فدي مصايب. قول لنا بقى. طبعا الراعي الرسمي لرمضان هو البط اول يوم رمضان مع المحشي طبعا، فاحنا هنعمل بط روستو محشي ورق عنب ومتسوي في الفرن. طبعا مش هنسلقه ولا هنحمره، دي بتبقى طريقه جميله جدا وبتغير طعم البط نهائي. يعني الاول هنبدا قبل ما نبدا يا شيف، ممكن بعد اذنك نقول لهم المقادير؟ اوكي. المقادير واحد بطه من 2 كيلو ونص لحد 3 كيلو، نص كيلو ورق عنب، 3 كوب رز، بقدونس وكزبره وشبت، نص كيلو طماطم، 3 معالق صلصه، ملح وفلفل وحبهان، بهارات المحشي، 3 حبات بصل، 1 حبه جزر صحيح، و1 حبه جزر مبشور. اتفضل نبدأ بقى. هنبدأ طبعا، احنا بنجيب البط. طبعا البط لازم نجيبه بننضفه كويس جدا، وبندعكه طبعا بالملح والليمون والدقيق. طبعا لازم ندعكه دعكه جامده جدا. شايفه ان هي بيضه قوي. الملح طبعا، اول ما بندعك البط بالملح زي ما انتم شايفين حضراتكم كده بتلمع وكل حاجه فيها بتروح. طبعا بندعكها بيه كويس جدا، وبعد ونسيبه منقوع فيه شويه مع الخل والليمون والملح والميه، ونسيبه منقوع شويه وبعد كده بنصفيه. وطبعا بننشفه كويس جدا من اي حاجه جواه، من جوه ومن بره، بنخليه زي الفل. طبعا لازم نفتحه. ايه اللي يضيع ريحه الزفاره؟ طبعا الليمون والخل والملح، دول الدقيق اكتر ما حاجه. والدقيق معاهم طبعا، بس دول اللي عامل الاساس. يعني هي زي يعني طريقه غسيل الفراخ العاديه، عشان بس بنزود شويه في البط. بنزود شويه في البط، يعني نفس طريقه غسيل الفراخ. ايوه، بس بدل ما نحط ليمونه بس نحط كام ليمونه، بنحط كميه اكبر عشان عشان البط. يعني طبعا احنا بنفتحه فتحه كبيره شويه، لان احنا هنحشيه ورق العنب من جوه، فما بنسيبوش مقفول زي ما بيبقى جاي. احنا بنفتح فتحه كبيره شويه عشان نسوي ورق العنب بره، يعني لا جواه، ورق العنب هيتسوى جواه. تمام. طبعا البط بيتبل تتبيله بتكون عباره عن بصل مبشور مع جزر مبشور مع طماطم مبشوره مع ليمون مع طبعا كل البهارات بقى اللي هي ملح وفلفل وجوزه الطيب وحبهان، كل ده مطحون وملح طبعا وليمون. تمام. وطبعا وبناخد من التتبيله دي وبنبدا نتبل البط الاول من جوه. طبعا بنبله كويس جدا. الكميه الصغيره دي هتكفي؟ ايوه. طبعا ملحها بيكون بنزوده شويه، لان ايه؟ عشان يمن. طبعا ما بزودش في التتبيله قوي، لان في محشي جوه لو زادت اكتر من كده هتاثر على طعم المحشي، ما تخليهوش يبقى كويس. حضرتك بتحطي الطماطم مع الجزر؟ الطماطم مع الجزر مثلاً؟ كله في الكبه وبضربهم مع بعض، ومعهم طبعا البهارات بتاعتهم. لا، بين الجلد. بين الجلد بقى واللحم طبعا بنسلكه كده. وبنبدا نتبل البط بيه كويس جدا من جوه ومن بره، وبنبدا ناخده من فوق ومن كل مكان في البط. بنبدا نتبله بالتتبيله بتاعته دي. قول لنا بقى يا شيف، هتفطري فين النهارده اول يوم؟ والله اول يوم انا عندي بتبقى المفروض انا ببقى عازمه ناس كتير عندي، بس النهارده بقى معزومه عندي مضطره. مضطره اروح لهم بقى طبعا عشان وقت الحلقه. طبعا بعد ما تبلنا كويس جدا البط من قدام ومن ورا ومن كل مكان، نبدا نحشيه بورق العنب. هنقول تاني ده طماطم وملح وفلفل وجزر مبشور وبصل مبشور وبصل مع طبعا مع البهارات وليمون. ليمون معصور. تمام. طبعا خلطه المحشي طبعا كلنا عارفينها. بصل طبعا، ثلاث بصلات محطوطين دول. انا بحب اعمل المحشي ني في ني، طبعا ده بيبقى خفيف جدا على المعده وبالذات في الصيام، فما بنسبكش. بيبقى افضل يعني. طبعا بنحط البصل على الطماطم، وطبعا بنسيبهم على النار شويه. بنكون غاسلين طبعا الرز وحنحطه عليه، ونحط عليهم الخضار المشكل اللي هو شبت وبقدونس وكزبره، ونقلبهم طبعا مع البهارات اللي المقادير. هي المقادير، يعني المقادير نحط قد ايه؟ يعني رز قد ايه؟ ولا هو مثلا يعني انا مثلا عايزه اعمل ورق عنب بعيدا بقى عن ان احنا نحشيه، نص كيلو ورق عنب بياخد قد ايه؟ نص كيلو ورق عنب بياخد حوالي نص كيلو رز واكتر سنه، يعني حوالي 3 كوبايات رز. تمام. لان طبعا هو بيزيد مع البصل مع الخضار اللي احنا بنحطه مع الطماطم. عايزين حسبه كده معينه للرز، لان انا شخصيا الرز دايما لا كتير قوي لا قليل قوي. لا، هو نص كيلو ورق عنب بياخد 3 كوبايات رز مع طبعا 3 بصلات مع نص كيلو طماطم مع 3 معالق صلصه مع الخضار. طبعا بيبقى كميه كبيره جدا. ده
تكفي نص كيلو ورق العنب. ما نسبكش الطماطم بره قبل ما نحطها؟ لا، بنحط كله على بعضه، يعني بنحط البصل والطماطم بنحطهم على النار يغلوا شويه يتقلوا، وبعد كده بنحط بقى بقيه المكونات دي. الخضار طبعا بيتحط في الاخر خالص وهو ني، ما بيتسبكش مع المحشي لان طبعا بيضيع طعمه. لازم بعد ما بنطفي خالص على التسبيكه بنبدا نحط الخضار عشان يديله ريحه. تمام. طبعا عندي ورق عنب، وده موسم ورق العنب. ورق العنب اللي نزل البنات الجميل، لونه حلو قوي. هو نزل طبعا الفريش، بدا ينزل. طبعا بناخده بنحطه في ميه. تعلمه بقى، عايزين بص يعني نتعلم ازاي نلف ورق العنب. الاول طبعا ورق العنب بنجيبه طبعا لازم نسلقه في ميه سخنه مغليه، وبنحط فيها معلقه زيت. بنحط معلقه زيت ليه؟ دي بتطري ورق العنب وبتخليه بيلمع، لما نيجي نحطه بيبقى شكله بيلمع وشكله كويس. طبعا احنا غسلناه وغليناه في ميه. طبعا اول ما الميه بتغلي بننزل ورق العنب، اول ما لونه يتغير بنشيله على طول، ما بنسيبهوش. مش زي الكروم يعني 10 دقايق مثلا؟ لا، مفيش، دقيقه واحدة. هو اول ما بنحطه بنحط المعلقه، اول ما لونه بيتغير بنشيله على طول. ده مش زي الكروم لان ورق العنب ما بيستحملش الكلام ده. طبعا ورق العنب عندي اهو، بناخد بقى كميه رز مناسبه. طبعا اللفه بتاعته ليها، معلش انا يعني ليها مثلا على الظهر او الوش. ايوه طبعا، الوش الخشن لازم يبقى جوه. طبعا اللي بره عشان يبقى ناعم. احنا هناخد بقى ورق العنب، هنلف اللفه اللي هي بتاعتنا دي كده وكده، وبعد كده هناخد الجنبين عليهم عشان تبقى لفه محكمه والرز ما يطلعش منه. ونفضل نلف فيه كده لحد ما يطلع بالشكل ده. طبعا احنا انا عامله كميه هنا، وهلف تاني واحده كمان عشان برضو تقدر تعلمينا بقى. برضو هنجيب كده الناحيه الخشنه هي اللي جوه، ونبدا ناخد الرز ونحطه عليه. احنا ممكن نخزن دلوقتي ورق العنب؟ ورق العنب دلوقتي اللي طالع بناتي جميل، هو بس هو بيبقى غالي شويه، هو بعد ما بيقعد شويه في السوق بيبقى ارخص يعني. بس هو دلوقتي الموسم بتاعه اول ما طلع، اول ظهور ليه. طبعا انا جايبه حلايا هلفت ورق العنب. هنبدا بقى ناخد المحشي بتاعنا ونحطه جوه البط. يعني ما بنسويهوش بره بعد كده؟ لا، ما بيسويش بره، يعني هو بيتسوى بالبخار طبعا، وبينزل بقى فيه كل البهريز بتاع البط، كل الطعم. مش محتاج نحط شوربه او حاجه؟ مش محتاج نحط شوربه ولا اي حاجه. احنا طبعا بنحط البط في الفرن، هو طبعا بينزل جواها بس مش بين الجلد يعني. لا، صح. مش جوه، هو جوه 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 بطن. ممكن تقلبينا بس كده الصينيه؟ ايوه. بص حضرتك انا طبعا فاتحه كده كويس، فاتحه زياده. ورق العنب اهو، بنبدا نرصه كده. لا، هو اختراع طبعا، طعمه بيبقى واخد بقى من البط. لو احنا عايزين نزود يعني البطه برده مهما كان بتاخد يعني عدد. هتحطي بقى ايه حواليه في الصينيه وهيستوي؟ وهيستوي وهيبقى زي الفل. طبعا البطه هنا كده اتقفلت اهيت. بنقفلها ازاي بقى؟ احنا بقى زي ما هي محطوطه كده هي بتلم على نفسها، يعني لما بنحطها في الفرن. لا، الفراخ لا، مش زي الفراخ، هي بتتحط كده وبتلم على نفسها. اول ما هتتحط وحراره الفرن بتيجي عليها هي بتلم على نفسها. طبعا هنجيب بقى الصينيه ونحط فيها البطه زي ما هي كده. ما بنحطش اي خضار او حاجه ولا اي حاجه، هي طبعا فيها كل حاجه. وطبعا بس كده معقوله البط بالسهوله دي؟ ونحط عليها طبعا البهار ده طبعا ما يتسابش الحاجات دي طبعا لان هي فيها الطعم والنكهه. احنا عايزين نرجع نقول لهم تاني المقادير، وبرده هتبقى قدامكم على الشاشه. بط ريستو محشي ورق عنب، واحد بطة 2.5 كيلو لتلاتة كيلو، نص كيلو ورق عنب، تلاتة كوب رز، بقدونس وكزبرة وشبت، نص كيلو طماطم، تلات معالق صلصة، ملح وفلفل وحبهان، بهارات المحشي، تلات حبات بصل، واحد حبة جزر مبشور. كده بقى ناخده هنحطه في الفرن على طول من غير ولا هنحطه في الفرن كده عشان يسخن. ما مش هنحط ورق فويل او حاجه؟ لا، عشان ينزل هو بقى ويستوي براحته. طب درجه حراره الفرن على درجه حراره الفرن على 180 200، لان طبعا احنا عايزينه بس اول ما بيبدا، لو حتى الفرن عالي شويه اول ما بيبدا نحس بقى ان هو بياخد وبيدي وبدا يسخن نوطي بقى الفرن ونسيبه يستوي براحته. طب انا بس طالبه من حضرتك تلف لنا ورق العنب. اوكي. تعلمي البنات اللي لسه سنه اولى مطبخ كده ورق العنب اهو، يعني ايه يعني مضطرين لعزومه او متورطين في عزومه. طبعا الورق العنب اهوت هنجيب كده ونحطه ونلف دي ودي كده وكمان لفه. وبعدين ناخد الاطراف دي نحطها عليهم يمين وشمال يمين وشمال، وبعد كده
نلفهم بقى طب كويس. طب في بيبقى ورق عنب صغنن قوي ورق عنب كبير، يعني ده في الورقه إيه؟ يعني ده هنا عندي ورقه كبيره، بصي ورقه كبيره مثلا زي. ممكن نقسمها اتنين، ممكن ولا نقسمها اتنين إيه؟ بس ما بتبقاش بقى مقفله كده، ممكن نقسمها اتنين كده ونعملها بقى برضو بطريقه تانية اللي هي بناخدها كده برضو زي ما هي كده رول كده من غير الجناب، من غير الجناب، ونعمل كده ونبدا نلف برضو ورق. يعني هي بقى بتبقى مفتوحه من هنا، بس انا بقى طبعا لازم اجيب الطرف ده كده والطرف ده كده عشان تبقى محكمه في اللف عشان ما تفكش. ايه اللي بيميز ورق العنب عن بقيه المحاشي الثانيه؟ يعني عن الكرنب، عن البتنجان، نحط ايه في الخلطه يميز الورق العنب؟ هو كل الخلطه نفسها كلها واحده، بس طريقه التسويه بتختلف. يعني ورق العنب لما بنيجي نسويه بقى لوحده من غير ما يكون مع بطه او حاجه زي كده، أيوة. لازم نحط في الحله، بنقطع شرايح طماطم، شرايح بصل، شرايح فلفل، ونحطهم حلقات، نحطهم في الحله من تحت. تمام. وبعد كده نبدا نرص عليهم ورق العنب. الشوربه تبقى مقدارها قد ايه؟ طبعا غير بقى التركه بتاعت ورق العنب اللي بتخليه، أيوة. طبعا رائع. ان احنا بنجيب ليمونه ونعصرها فوق ورق العنب. كنت لسه اقول قبل ما يستوي، طبعا بنعصر ليمونه ومعلقتين زيت زيتون تحطه على الوش. وبعد كده نحط مقدار الميه، يا دوب قبل الميه؟ لا الزيت قبل الميه. ليه بقى؟ عشان لما الميه تنزل كل المحشي ياخد من الزيت، ما يبقاش منطقه بس هي اللي فيها. ليمونه كامله، ونحط ليمونه كامله. طبعا لو كميه كبيره او كميه ورق عنب كبيره طبعا بتكون بنزود، يعني خليها ليمونتين مش على يعني نص كيلو ليمونه. الميه زي الرز الميه ولا ازيد؟ لا الميه بقى احنا بتفرق. بنحط الرز ورق العنب ونيجي حاطين الميه، اول ما تبدا الميه تبان ما بنغطيش ورق، ما بنغطيش المحشي بيها. يعني يا دوبك الميه تبدا تبان، يا دوب تبان منه طبعا عشان الرز ما يعجنش، لان طبعا الرز بيبقى قاعد في الصلصه والحاجات دي بياخد سوا شويه. طبعا لما بيتحط عليه الحاجات دي فايه يعني ما نغطوش بالميه عشان ما يعجنش، السوا بيطلع مظبوط اكتر. طبعا يغلي اول، نسيبه يغلي جامد من كل، ونتاكد انه بيغلي من كل الجوانب. لان لو غنى مكان في جنب فيه نار وجنب لا، طبعا ده بيخلي المحشي بيبقى فينا يوم مستوي. بعد كده بعد ما بيغلي ونبدا يتشرب، بنيجي موطين عليه النار مهدينها خالص ونسيبه بقى يستوي براحته زي الرز العادي. طبعا بيبقى طبعا ريحه وطعم بقى حاجه، والليمون كمان بيبقى مميز، والليمون طبعا بيخلي له بيدي له مزازه وبيخلي طعمه جميل. احنا معانا اتصال. الو الو، ايوه صباح الخير يا فندم. صباح النور، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وبصراحه برنامج جميل هنا والشيف وحضرتك طيب. شكرا على الشيف الوصفه الجميله بتاع البط في المحشي ده. بصراحة أول مرة نشوفها، يعني حاجة ابتكار يعني. ميرسي جدا لحضرتك. وحضرتك كريم. طيب قول لنا بقى طقوسك، أول يوم هتفطر فين؟ اتصال اتقطع، ارجع كلمنا تاني. وكل سنة وحضرتك طيب. نرجع للشيف. نكمل تاني حشو ولا؟ يعني اتنين بس، انا أوكي. عايزاهم يتعلموا، لان انا عندي عقدة ورق العنب. يعني انا عاملة البرنامج ده عشان اطلع منه 30 رمضان ابقى متعلمة. يعني على فكرة هو سهل أكل جدا أكلتين. هو سهل جدا جدا في الحشو. احنا متفقين على كده ولا؟ ايوه طبعا، امال ايه. طب خليكي بس معايا وانت هتبقي ايوه. ما انا اهو من اول يوم رمضان النهارده، كل سنه وحضرتك طيبه. 30 طيبة. رمضان عايزه ابقى متعلمة حاجة يعني على الاقل الرز. ايوه لا طبعا اللفة اهو كده بيبقى جميل جدا، ولا بيفك بقى. احنا لو حتى رميناه عملنا كده، بصي ما ده من ايه بقى؟ من طريقه اللف. اوكي طريقة لازم نضغط شويه عليها، لازم نضغط شويه عشان الرز ما يخرجش منه، لان طبعا لو الرز خرج منه خلاص هيبقى في الحله طبعا. وطبعا الرز يبقى على قد الورقه. طبعا انت بقى بتقولي في محشي كبير ومحشي صغير. ايوه دي بقى بصي صغيره، ورقه صغيره، فطبعا بتديني محشي صغير. اللي حابب ما نحطش ليمون على الرز؟ لا ما بحطش ليمون على الرز، طبعا ما بيبقاش حلو الليمون على الرز. لكن الليمون بره اللي بيدي نكهه. طريقه تقديمه بقى، بنقلب بقى الحله، هي طبعا بيبقى مرصوصه والحاجات الخضار دي بتبقى تحتيها زي ما هي. طبعا بنجيب طبق كبير ونحله بنقلبها، بتنزل بقى بحالها كده، بتبقى طبعا ممكن احط حاجه مثلا زوائق. هي من فوق بقى بيبقى نازل معاها شرايح البصل وشرايح الطماطم وشرايح الجزر والحاجات دي كلها، بتبقى جميله جدا عليها. بتبقى فظيعه يعني كمان في الاكل، كمان بتبقى طعم مش ما حصلش يعني. تسلم ايدك يا شيف، ربنا يخليك يا حبيبتي. هتعمل لنا ايه تاني دلوقتي بقى؟ نعمل حلو كنافه بالكريمه. طيب يلا. احنا ده هياخد قد ايه في الفرن؟ ده هياخد بقى ايه من ساعه لساعه ونص كده، هنسيبه براحته يعني. طبعا احنا كل شويه لا هنسيبه كده لحد لما بيبدا يغلي ويبدا الميه بتاعته تنزل. احنا هنختبره ازاي؟ بالشوكه.
نحط الشوكه فيه، اول ما نلاقي مكان الشوكه بيطلع ميه يبقى لسه ما استويش. يا جماعه كلام سهل وبسيط، المطبخ طلع سهل اهو. اول ما نحط الشوكه ونلاقي ان ما فيش بقى ميه بتطلع، ما فيش سوائل بتطلع، ما نحطش ميه يعني مش كل شويه مثلا نديله ده اذا احتاج مية. يعني اذا لقينا ان الميه بتاعته او الدهون بتاعته مش كافيه او هيبدا مثلا صينيه تشيط او حاجه زي كده، نحط ميه برده بمقدار صغير عشان ما نزودش الميه، لان هو احنا عايزينه يبقى رصته ازاي ينزل الميه بتاعته ويستوي بيها. أوه. دي بتدي له طعم جميل غير اللي هو غير المسلوق والعادي غير بقى. المسلوق والمتحمر. ايوه طبعا هو بقى كمان ما بيحتاجش اي حاجه غير كده. بعد ما نخلص، بعد ما بيستوي بنشغل الشوايه، ما خلاص لقينا استوي خالص بنشغل الشوايه، طبعا بيحمر ويبقى شكله. في ناس بقى بتحط معلقه صلصه اعتقد، او هو بصي في ناس بتحط معلقه صلصه، في ناس بتحط هو عسل، الوش الاخير في ناس بس هو اللي انا عاملاه ده هيطلع من غير اي حاجه احمر طبعا يا شيف تسلم وجميل ربنا يخليك. طب احنا حضرتك تقريبا عامله حاجه جاهزه، عايزين برضه نطلعها حاجة جاهزة. عشان اكيد وقت البرنامج ووقت الساده المشاهدين، احنا بس جايين نعلمكم. تسلم ايدك الله. طبعا هو كده احمر من غير ما احط عليه اي حاجه، من غير ما احط عليه اي حاجه. وده ورق العنب اللي انا كنت عاملاه غير اللي جوه طبعا عشان الكميه تبقى كبيره. ده اللي انا مجهزاه معايا قبليها. ممكن اقرب الطبق شويه للشاشه. تسلم ايدك يا شيف. تسلمي. وبنزينه عادي وطبعا بعد ما بنخلص ونطلعه انا شايفه ان الرز مستوي، المحشي مستوي يعني ده بيستوي، بيستوي جميل قوي. أيوة يعني بيستوي لان هو اصلا بيقعد وقت طويل مع البط، والبط بينزل السوائل بتاعته بقى اللي هي البهريز بتاعه عليه، بيديله طعم خطير جدا. طيب في تركايه عشان ما يبقاش يعني معجن؟ لا هو احنا ما بنحطش ميه، لان هو مش محتاج يعجن. صح جدا. لان احنا مش بنحط له ميه اصلا، هو بيستوي زي البخار كده كانه بيستوي على الستيم يعني. تمام. طب فاض كميه رز مننا نعمل ايه؟ كمية الرز اللي موجودة عندنا دي طبعا بنحطها في علبة بلاستيك طبعا بغطا وبنحطها في التلاجة، ما بيحصل لهاش أي حاجة. ممكن نشيله في الفريزر، بس هو طبعا عيب انه بيشال في الفريزر انه بيطلع بعد كده بتحسي ان الرز مكسر شوية. طب نسويه مثلا من غير حاجة؟ ممكن يسوى من غير حاجة، ممكن عندك بقى أي نوع تاني محشي، عندك كوسة، عندك بنجان، عندك طماطم، عندك يعني لو ما فيش حاجة وفات كمية ممكن نستغلها، زي أكيد كمية الرز دي مش هنرميها. هو هتحطيها طبعا في التلاجة، ممكن تقعد مثلا بتاع 3-4 أيام ما يجرالهاش أي حاجة على التلاجة، عرف التلاجة. لكن في الفريزر ما بحبش بصراحة إن المحشي يتحط في الفريزر، لأن الرز بيتكسر وهو بيبقى طعمه حلو برضه نفس الطعم، بس الرز بيتكسر. المميز البرنامج بتاع حضرتك يا شيف إن هو برنامج اقتصادي، الناس كلها تقدر تجيب الحاجات دي، الرز متوفر، الخضره متوفره، وبالذات في الظروف طبعا ظروف البلد اللي احنا فيها، الظروف الاقتصاديه وظروف البلد والحظر والحاجات دي كلها طبعا احنا بنعمل اكل حلو وبامكانيات مناسبه بسيطه وعلى قد امكانيات مناسبه، والناس تقدر تعملها، كل الناس ممكن تقدر تعملها، كل الناس بتجيب بط في رمضان بتعمله بطريقه ثانيه مع المحشي بتبقى حاجه. انت قريبه كويس. للناس يا شيف، ربنا يخليك، ربنا يخليك. هنعمل ايه تاني دلوقتي؟ هنعمل كنافه بالكريمه. كنافه بالكريم، انت بتجوعي الناس بجد، الناس صايمه يا شيف مش هينفع كده. ما هي دي حاجات بقى الراعي الرسمي لاول يوم رمضان. اتفرجوا على البرنامج بقى في القعده بالليل، ما تتفرجوش يعني وقت الصيام دلوقتي. في رمضان يا شيف يعني زي ما حضرتك بتشوفي بنرص السفره كل حاجه موجوده وتلاقينا ما كناش ليه؟ هو طبعا نعمل إيه؟ عشان عدد هو بعد كده يعني هو طبعا الصيام في الحر لسه في الاول ولا لا؟ الصيام بيبقى في الحر، واول صيام طبعا انت بتبقي عطشانه محتاجه سوائل، اول ما تشربي سوائل بتلاقي نفسك انا الشوربه وخلاص بشبع. ايوه بعد شويه بقى هتلاقي نفسك بنكمل بالليل. طبعا بعد العشاء بقى والتراويح والحاجات دي كلها طبعا. طب هو صح ان احنا نبدا بالشوربه ولا نعمل ايه؟ طبعا، بس طبعا في الصيام الافضل ان احنا نبدا زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا ان احنا نبدا بالتمر، لان طبعا التمر ده فيه فوائد جامده جدا للجسم. ايوه لازم طبعا، وبالذات طبعا لما يكون بالحليب بيدي قيمه غذائيه عاليه جدا للجسم، فلازم نبدا بيه. احنا شربنا التمر بالحليب مش يعني مش هناكل. لا او انا بقى بيتهيألي انت بس النهارده بقى هنجرب اول يوم. دي بتبقى حاجه انت ما تاكليش الطبق كله يعني، كلي بلحتين او قاعده تفردي زي ما الرسول وصانا، وبعد كده بتاكلي طبعا هتقومي تصلي، هتروحي تمشي شويه، بعد كده بقى هتلاقي نفسك جوعتي. هما تقريبا نسي وحط لنا كوبايه ميه. ولا دي عشان حضرتك تزودي بيها الاكل؟ لا عشان ازود بيها الاكل. هنعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي هنعمل الكنافه بالكريمه. الله، عايزه بس اقلع الجلافز ده عشان مكان المحشي، نلبس غيره بس. ماشي،
دي الكنافه جايباها جاهزه ولا بتعمليها بقى؟ عشان انا لقيتك عامله حاجات كتير قوي يعني. لا هي الكنافه لينا عامله الورق نفسه. لا هي الكنافه بالذات ما تنفعش تيجي جاهزه. يعني هي لان ليها يعني حاجات معينه. يعني البتاع الكبيره بتاعته كل واحد يعني الصنعه بتاعتهم كده. انما بتتعمل في البيت، لان هم ليهم بقى حاجات بتبقى بتطلعها رفيعه، هم عارفين صنعتهم ايه. فالكنافه بالذات بقى بنجيبها طبعا، ودي بقى في رمضان بتبقى جميله جدا، دي من معالم رمضان بقى، الناس كلها تبدا تعمل الفرن بتاع بتاع الكنافه. طبعا احنا خلاص اتربينا ان احنا لازم نشوف الحاجات دي في رمضان، بتفرق قوي معانا، غير ان احنا نعمل في البيت ونجرب. يعني مش كل حاجه تعملها لنا في البيت يا شيف. لا. يعني الناس دي بقى شغلانتهم يعني. بس هو طبعا اكل البيت يعني احسن حاجه للناس. طبعاً اكل طبعاً البيت طبعاً. اكل البيت بيبقى مميز، اكل البيت نظيف، والاكل البيت اللي على قد الايد اللي احنا شايفينه مميز ونظيف. فدي يعني انا بصراحه كان ولادي بيحبوا اكل بره جدا، ودي كانت حاجه مضايقاني جدا ان هم بيحبوا اكل بره جدا، فانا بقيت اتعمل لهم كل الحاجات اللي بياخدوها من بره بقيت اعملها لهم في البيت. فعشان طبعا خوفا على صحتهم، الحاجات دي طبعا مضره جدا، السمنه، الامراض، الحاجات دي كلها. وطبعا فاكل البيت ليه ولا عليه يعني. قول لنا بقى طقوسك ايه بقى مع رمضان؟ رمضان زمان كان ايه ورمضان دلوقتي ايه؟ والله رمضان زمان كان حاجه يعني، يا ريت ايام زمان ترجع، كنا بقى فرحانين طبعا، كل اطفال ومعانا الفوانيس اللي هي كانت زمان عندنا بقى ايامها فوانيس بشمعه. ايوه. مش الفوانيس اللي بتاعت اليومين دول، ونفطر وننزل نلف في الشارع بالفوانيس اللي بالشمعه ونروح نخبط على الجيران. كنت بتفطري فين اول يوم؟ اول يوم كلنا كنا بنفطر عند جدتي الله يرحمها، مامتي كانت كل رمضان طبعا اول يوم هي اللي بتلم العيل، وحماتي طبعا الله يرحمها، وحماتي طبعا الله يرحمها كانت برضه لازم تلمنا كلنا. بس مش اول يوم، ثاني يوم. لا مش اول يوم بصراحه، اول يوم بنكون عند يعني عشان مامتي وكده وجدتي، ثاني يوم بقى بنكون كلنا عند حماتي وبنفطر معاها. فطبعا كانت ايام جميله ولمه. دلوقتي اول يوم تكوسك اول يوم ايه؟ اول يوم بصراحه انا بعزم العيله كلها عندي. انت اللي بتعزمي؟ انا اللي بعزم. انت الكبيره بتاعتي. انا اللي بعزم يعني، حتى عشان شيف ولا عشان كبيره العيله؟ لا والله مش كبيره كمان. يعني انا اعتبر اصغر واحده فيهم، بس انا انا بحب كده، انا بحس برمضان، بفرح برمضان ان انا بقف واعمل الاكل واعمل الحاجات دي، والضيوف تجي لي ويقعدوا معايا، دي بتبقى هي دي فرحتي يعني. عشان كمان ولادي يفرحوا، وبتبقى حاجه جميله. ربنا يخليك. يلا ورينا الكنافه بقى. طبعا ده نص كيلو كنافه. تمام. احنا جبناه قطعناه حتت صغيره كده. طبعا احنا بنفضل ان احنا نسيبها في الفريزر شويه. اما بتيجي فريش نسيبها في الفريزر شويه. وعليها نص كوبايه سمنه سايحه، طبعا حطيتها عليها وانا دعكتها بيها بس. انت عاملاها اصلا؟ لا انا ده حط عليها السمنه بس. تمام. عشان طبعا ما سيبهاش من ايه سمنه؟ لان لو سبتها نص كوبايه سمنه، لو سبتها من غير سمنه هتنشف. فطبعا لازم احط لها السمنه دي عشان تبقى ايه. المقادير ايه يا شيف؟ دي نص كيلو كنافه عليه نص كوبايه سمنه سايحه، طبعا بنقلبها عليه، نشرب السمنه في كل الكنافه بنشربها فيه. ونبدا نجيب ايه، نسيبها على جنب. نبدا نعمل الكريمه. طبعا الكريمه سهله جدا، بنجيب كوبايتين لبن وثلاث معالق نشا وبنحطهم على بعض، ومعلقه ونص سكر. طبعا احنا بنقلل السكر علشان الكنافه هنسقيها بشربات، فاحنا بنقلل السكر بتاعها كتير، سكر قوي كتير. يا دوبك معلقه سكر بس واحده بنحطها لها. وطبعا على النار على البارد بنقلب النشا، ثلاث معالق نشا وكوبايتين لبن بنقلبهم على البارد في كوبايه لا في الحله او تمام. في بوله على بتحط على النار يعني. تمام. وبنقلبهم لحد لما تبدا تتقل، طبعا ايدينا فيهم بالتقليب علشان ما تبقاش فيها حاجات مكلكعه يعني. بعد ما تبدا وتغلي نحط باكل فانيليا اللي هو عندنا. طب ده احنا ورينا بقى. او ربع معلقه فانيليا وبنحطها عليه. وريني بقى تعمل. هنبدا بقى نعمل الكنافه. رمضان ليه بهجه رغم كل الظروف اللي احنا فيها. طبعا طبعا دي عليها السمنه، احنا بنجيب سمنه هنا وبنحطها وندهن بيها الصينيه. طبعا هي جامده، احنا برضو نعملها كده، ودي حاجه افضل ان احنا بنعملها كده عشان كل مكان في الصينيه يوصل له السمنه. والركان كويس عشان ما تلزقش مننا. بشوفهم بيقعدوا يفرولوا في الكنافه كتير قوي يا شيخ. ما هي بنفرول فيها دي اللي هي الحركه دي اللي احنا بنحطها وبنقطعها كده وبنحط فيها السمنه. بتفرق يعني في الطعم في الاخر؟ طبعا بتشرب يعني الكنافه. ماما كانت لازم يعني احنا لو احنا مثلا عملناها كده اي كلام تخلينا نعملها. ايوه ما عشان ايه؟ عشان ما يبقاش في مكان فيه سمنه ومكان ما فيهوش سمنه. طبعا هناخد نص كميه الكنافه ونحطها في الصينيه. احنا معانا تليفون. الو الو
ايوه صباح الخير. صباح الخير. صباح النور، تفضلي. مبروك على البرنامج. الله يبارك فيك يا حبيبتي، ميرسي. حابه بس اتصبح عليكي وعلى الشيف هويدا. حبيبتي اهلا وسهلا، كل سنه وانت طيبه. تعرف فيكي وانتوا طيبين. معاكوا روبي. كنت حابه بس استفسر من الشيف هويدا. تفضلي معاكي. على تكات كده في ورق العنب. تفضلي. ازاي عايزين بس طريقه تخزينه. ايوه، هتقول لنا في خلال الحلقه هنخزن ورق العنب ازاي. طبعا هتجيبي هو تخزينه سهل جدا زي عمايله يعني. بعد ما تخلص الاتصال روبي قولي لنا طقوسك ايه اول يوم. هتفطري فين النهارده؟ النهارده اكيد مع العيله طبعا. انت اللي عازمه ولا معزومه؟ لا معزومه. اكيد عند حماتي النهارده معزومه. كل سنه وانت طيبه يا روبي. وانتوا طيبين ومبروك البرنامج. الله يبارك فيك. تابعينا بقى. طبعا يا روبي تخزين ورق العنب سهل جدا. احنا بنجيب ورق العنب طبعا بناخده بنغسله كويس جدا، وبعد ما بنغسله بنحطه يعني بنجيب الميه السخنه اللي من الكاتل، الميه مش مغليه كتير، يا دوبك زي ميه الكاتل اللي بنعمل منها الشاي. وبنحطها على ورق العنب على طول. بعد اول ما تتحط ونلاقي لونه اتغير بنشيله منها وبنصفيه، وبعد كده بنخزنه في اكياس ونحطه في الثلاجه. حلو قوي. طبعا انا حطيت نص الكنافه. انا طبعا المهلبيه بتاعتي او القشطه بتاعتي الكريمه انا عاملاها. عاملاها ازاي؟ عاملاها ثلاث زي ما انا قلت معلقتين، ثلاث معالق نشا وكوبايتين دقيق. كوبايتين دي انا اتلخبطت. كوبايتين لبن وثلاث معالق نشا ومعلقه ونص سكر ونقلبهم، وبعد كده الصيام يا جماعه بيعمل اكتر من كده. وبعد كده نحطهم على النار عشان اول يوم بس يجيب صيام. ايوه. وبعدين نحط طبعا ذره فانيليا عليهم عشان بتديها ريحه حلوه جدا. اكيس فانيليا. اكيس فانيليا. اوكي. ذره فانيليا. في فانيليا سايله كمان الناس بتحبها، تحط على نص معلقه فانيليا سايله. طبعا حطيت الكريمه في نص. طبعا انا بجيبها في النص هنا ليه؟ ما بحطهاش في الاطراف لان هي لما بتدخل في الفرن بتسيح فمش عايزاها تلزق في الجناب وتبقى مش كويس. تسلم. بعد كده هنجيب النص الثاني ونحط عليها ونفرده كويس، بنداري بيه كل الكريمه اللي احنا عاملينها، بنداريها كويس جدا. ريحه البط رهيبه يا شيف. وبنضغط عليه ده لسه كمان جوعتينا. جوعتينا. طبعا احنا بنضغط عليها كويس جدا. انا عامله طبعا الكريمه جامده شويه عشان لما اضغط على الكنافه كده ما يجرالهاش اي مشكله. وابدا اضغط عليها بايدي كده كويس. ما بنحطش حاجه عليها على الوش او حاجه؟ هنحط حته سمنه عليها على الوش. طبعا زي ما قلنا الكنافه بتحب السمنه. هنحط بقى كده سمنه مش زبده. الكنافه عايزه سمنه بلدي. السمنه البلدي بقى مش الزبده، ده سمنه البلدي لازم. والدايت اخباره ايه يا شيخ؟ لا مفيش دايت في رمضان بقى خلاص. تمام. هتضيعينا. هنطلع من رمضان عاملين ازاي؟ طبعا هنحطها بقى في الفرن. خلاص. ايوه. وبعد ما تطلع هي بتطلع سخنه، طبعا بنكون عاملين الشربات بارد، كوبايتين سكر وكوبايتين ميه بيغلوا على النار، بعد ما يغلوا لمده 10 دقائق بنعصر ليمونه ونطفي عليه. ونحط فانيليا. ونحط فانيليا. وبعد كده نطلعها سخنه وشربات بارد. تسلم ايدك. هنحطها في الفرن. هنحطها في الفرن مع البط. البط طبعا شايفين؟ بصي شكل البط عامل ازاي؟ تسلم ايدك. حاجه يعني. تسلم ايدك. تسلم. في دخان طلع من. ايوه. احنا معانا واحده جاهزه. هنبدا نهدي النار علشان البط يستوي براحته والكنافه تستوي براحتها. تسلم ايدك يا شيف. معانا الكنافه الجاهزه هنطلعها. طبعا الكنافه هي هنا. طبعا الكريمه واضحه اهي من الجناب. تسلم ايدك وكل سنه وحضرتك طيبه. وهنسيبك عشان تلحقي الفطار. ان شاء الله. لسه النهارده معزومه ولا عازمه بقى؟ كل سنه وانتم طيبين. لا النهارده بقى معزومه. كل سنه وانتم طيبين و كل سنه وانتم طيبين بخير ان شاء الله. ورمضان كريم علينا كلنا. يا رب. ومنتظرينك كل يوم عشان تقولي لنا بقى الدايت يبوظ ازاي. ان شاء الله. لا ما تقلقيش. المكرونه بشاميل والمحشي. ان شاء الله. دي كانت حلقتنا النهارده من برنامج هنا والشيف. يا رب تكون نالت اعجاب حضراتكم. كل سنه وحضراتكم طيبين، وانتظرونا في حلقه جديده من برنامج هنا والشيف. الى اللقاء.